بص للسما كده وتنهد تنهيده كبيره وقال: يا عالم هشوفك تاني يا بنتي ولا لا. انا اتنفضت وانا خارجه مع راوي اختي، قلت لها بابا بيخوفني ازاي يقول لي كده. جيت على هنا ما بين الشقه وما بين العفش وما بين مش عارف ايه، والتلفزيون ما كانش فيه موجود الا العده اللي انا نقيتها دي، كانت موجوده في الـ في الـ في الشباك بره، فقالوا لي لا هنعمل لك اوردر. لما جابوه بيحطوا الكوبس لقيته مع الكسندر هيج. بابا ما كانش شاف ريجن لسه. جريت على التليفون كلمت السفاره، السفير بتاعنا كان اشرف غربال. دكتور غربال، انكل غربال فين بابا؟ قال لي فين بابا؟ انتي فين؟ ابوكي من ساعه ما جه عمال يسال عليكي. قلت له حضرتك عارف انا لسه بعمل الشقه و... قال لي انا حتى كلمت راويه اختك وقالت لي ان ما عندهاش رقم التليفون بتاعك. قلت له طب هو فين بس اكلمه؟ قال لي هو فين ايه؟ ده زمانه مع ملكه انجلترا، ده احنا لسه موصلين من المطار الصبح. قلت له انكل غربال كان بقاله قد ايه هنا؟ قال لي 10 ايام. انت رئيسه معهد السادات للسلام في بوسطن، و فيما يحدث حاليا من تعنت نتنياهو والإصرار على سياسة الاستيطان وجرنا إلى الخلف سنوات أخرى بهذه العنصرية الشديدة من نتنياهو، كيف ترين مستقبل السلام اليوم؟ مستقبل السلام دي حاجة بإيد الله سبحانه وتعالى وحده، محدش يقدر يقول يحصل فيها ايه. لان لو تفتكري من ايام انور السادات وبعد انور السادات ما مات اخدت قد ايه؟ ريجن ما عملش حاجه خالص، سلام كان شبه ميت، وبعدين مره واحده شيمون بيريز عمل قدم على مشروع فتح ديالوج مع الـ مع الـ مع الفلسطينيين وبدات العمليه تاني. فمحدش يقدر يقول في المستقبل غير الله سبحانه وتعالى. لكن اللي اقدر اقوله دلوقتي ان اللي بيعمله نتنياهو ضد كل ما عمل من اجله القاده بتوع اسرائيل. القاده بتوع اسرائيل كان حلمهم انهم يكون لهم دوله يهوديه وان يعيشوا في امان وسلام. هو النهارده في امان وسلام خدها من شيمون بيريز مع كام دوله عربيه، كانت قطر وتونس والمغرب، ده غير مصر والاردن ضيعهم كلهم. فهو النهارده عمال بينهار حته بحته. يعني هو سياساته المتعنته دي، لان سياسات التخويف والارهاب والكلام ده راجل، ده راجل هو نفسه شخصيا لاجئ، كان عايش هنا في نيويورك في بروكلين، والكلام ده انا قلته له. قلت له الكلام ده من 96. انت زرتي اسرائيل؟ قلت له انت ما تعرفش احلام الدوله دي ايه، ولا عشتها، ولا تعرف الحروب شكلها ايه. انت كنت رافيوجي، يعني لاجئ زيك بالظبط زي اي واحد تاني، انت ما تعرفهاش. قلت له اللي انت بتعمله النهارده ده ضد كل احلام من بن غوريون لجولدا مائير لكل الناس اللي عملوا من اجل البلد دي، وما تفتكرش انه هيطول. قلتها له لسبب، لان هو كان في قمه قله الذوق. اول ما شافني كان في ولد فلسطيني يومها رمى نفسه في مستوطنه، فبيقول لي شايفه ثمن السلام اللي بندفعه؟ قلت انت بتكلمني كده ليه؟ انت فاكرني واحده مدربه في واحده من المعسكرات اللي بتدرب ارهاب؟ قلت له بعدين خليني اقول لك، انت استفزازي، انت ما بتشوفش نفسك. انا بشوفك في امريكا وبشوفك في التلفزيون، انا ما عنديش. قلت له انا بتاعت صحافه، قلت له انا ما عنديش ان انا اقدر اتكلم مع الجرايد بتاعتكم، انت كلمهم واطلب منهم العشر حوادث بتوع العنف الاخرانيين وشوف انت قلت ايه قبلها، وانت هتلاقي ان كلامك هو اللي استفز عمل العنف. قال لي لما عملوا الميعاد ده قالوا بنت السادات جايه عشان تتكلم على تعليم السلام. قلت له ما هو ده تعليم سلام برضه، انا بعلمك ازاي تتكلم في السلام، لان ده بعلمك عن نفسك. ما هو ده المادة اللي أنا حطيتها واديتها للرئيس ياسر عرفات واديتها للجنة التعليمية في الكنيسة. دي كانت زيارة عشان كده. كيف تخلق تعاون واتصال بين الأطفال اليهود والأطفال الفلسطينيين في عملية السلام على أساس أنهم هيكونوا قادة في المستقبل. والجايزة
بتاعت الكنيسة أخدتها فول فوت، يعني كان صوت كامل، لأنها خلقت جو من التعايش في المدرسة اللي جربوها فيها. تعليم السلام. تعليم السلام. والمادة مادة جديدة. مادة جديدة دي اخترعتيها. دي من 96. أيوة. المادة اللي عملناها السنة اللي فاتت دي كانت في هارفرد، والمادة اللي عملناها السنة اللي فاتت في هارفرد دي من أجمل ما يمكن. أيوة. تفاوض الصغار. أيوة. ده هيبقى يعني كان أستاذ في تطور علم الأطفال. وأستاذ قانون دولي، وأنا كنت عاملة تعليم سلام قبل كده. وبرضه سوسيولوجي يعني علم الاجتماع. المهم حطيناها مع بعضها ان يبقى يوم الجمعه اللي هو اخر يوم في الاسبوع، او في المدارس اللي تتعلم فيها يبقى اخر يوم في الاسبوع يوم يجيبوا كل اللعب بتاعتهم، مفيش فصل، يقعدوا كلهم على ترابيزه واحده كروتا، واللعبه دي كله مفيش حد خسران، وين وين جيم، كله بيكسب. المدرسه معاها المانيوال اللي زي ده كده مكتوب فيه كل كارت ايه. واحد فيهم يرفع الكارت الازرق، تبص هي في المانيوال تقول له هتديهم العجله وهتاخد بدلها الكوره، هتديهم الكوره وتاخد بدلها الحبل. خدي بالك هنا انت علمتيه ايه، المبدا بتاع انه ياخد يدي يدي ياخد. دي اهم حاجه انك انت بتعلميه المبدا ده، انه ياخد ويدي ويدي وياخد. ده مش عشان خاطر ولما نتنياهو يجي يقول 13% لا 11% لا 5%، يعني ما هو انت دلوقتي بتقطعيني وما خدتيش بالك، لان دي جمله طويله. ايوه، انت هنا في حكايه العجله والكوره لغيتي القيمه. ايوه خلاص، لانه هو كسبان فما يهموش هو كسبان ايه، كسبان قد ايه، ما هو ماش كسبان قد ايه، خلاص لغيتي القيمه. فايه اللي انت بتعلميه للطفل ده؟ بتعلميه ان هو ياخد يدي يدي ياخد والقيمه مش موجوده. فابتدى هو لما اتعلم المهاره دي ابتدي بقى ياخد كل اللي هو المهارات بتاعته في انه ازاي يقدر ياخد اكتر في الكروت من غير ما يتخانق. ايوه، من غير ما ياخد واحد بره ويقول له انا اخد العجله وانت تاخد الكوره، العجلة تبقى بتاعتي مش بتاعتك انت. لا، يتعلمها على الترابيزة. مهارات بقى، يبتدي يخلق مهارات في نفسه. ازاي ياخد اكتر، بس بالتفاوض، مهارة التفاوض من غير خناق.